مرحبا بكم من جديد في هذه الحصة الخاصة باش نحكيو كيفاش تعاملت كل السلطات مع هذه الفاجعة. حكينا على البرلمان باش لازم نعاودوا ونرجعوا النواب اللي ما جاوش في الوقت اليوم الصباح باش نحكيو على رئاس الحكومة ورئيس الجمهورية. كان هذا قبل ما نستقبل بعد ما نستقبل صديقي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي. خليناك انتظرت برشا يظلي عندك ما تحكي باش نعطيك أكثر وقت من البقية. باش نبداو بسيد سيد رئيس الحكومة كيفاش تعامل مع هذا الحدث؟ نتفرجوا. أولا نحب أن أعبر على تضامني مع العائلات اللي فقدوا الرضع هذم وقدم لهم تعزية ونعطي التعليمات للسادة الولاد أنهم يقدموا لهم الإحاطة المادية وكذلك هناك تركيز لخلية للإحاطة بهذه العائلات ونقول لهم الوجيعة نتاعهم هي وجيعتنا كل وجيعة التوانسة كل وكل التضامن معهم. اليوم عقدنا جلسة عمل، السيد وزير الصحة قدم استقالة نتاعه وأنا قبلتها، وسيقع وقع فتح بحث إداري والنيابة العمومية أيضا اتصلت بالموضوع. ونحب نطمن ونأكد للتوانسة أنه سيقع معنا متابعة هذه الأبحاث بدقة وكل تقصير ويثبت سيقع معنا تحميل المسؤولية. سلاح، هل هذا كافي أنه يزور فقط المستشفى نهار السبت وبعد نتذكر الصور اللي عديناهم نهار لحد ما تفهم حتى حد في المستشفى؟ هل هو كافي؟ ليس كافي مطلقاً، واعتقادي بأن الحكومة ومستشاريها يعانون من نقص فادح في مستوى الخيال السياسي. ما حدث كارثة وطنية، وأنا أتساءل لحد الآن لماذا لم يقع الإعلان عن الحداد، يوم وطني الحداد. ناس مواصلة تحكي وتغني ومزود في أكثر من إذاعة، وكأنما اللي وقع صدمة كبيرة مجتمعية. ولذلك كان يفترض أن القيادة السياسية تكون في مستوى الحدث وتتحرك بالسرعة وتمتص تلك الصدمة وتحدد أولويات جديدة وتقول البلاد بتدخل في مرحلة أخرى. أما إذا مواصلين بالطريقة هذه اليوم معناها ماتوا 12، غدوة الله ما عادش باش يقع في البلاد. شنو كان ينجم يعمل؟ نخطاو احنا كيما الشاهد تو نحكيو بعد على الرئيس والحداد، كيما الشاهد شنو كان ينجم يعمل؟ يخاطب الشعب، يطلع الليل 8 تاع الليل في الاخبار، يمشي يزور الاهالي، شنو كان ينجم يعمل وما عملوش؟ يلزم يخاطب الساعة التوانسة. الكلمة اللي قالها كلمة عادية جدا، يعزي في 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 في, في, في العائلات، الناس كل تعزي العائلات، والوضعية مش وضعية عزاء، وضعية توجيه خطاب قوي للشعب التونسي. يقول احنا فشلنا في قطاعين اساسيين، قطاع التعليم وقطاع الصحه، وهذوما زوز قطاعات اللي نحن ورثناهم من مرحله بناء الدوله الوطنيه. الزوز هذوما من بدايه السنه، خلينا نحكي على عمناول وتعمنا، من بدايه السنه التوانسه ساعتبعوا بكثير من الفزع ولادهم لوحين، اساتذه ما قريوش، المجتمع متأزم مش عارف، وناس تلحلح يا ولادي يهديكم يا ولادي رجعوا الأولاد نسترجع معنا وضعنا العادي. هذا على مستوى التعليم، والجميع نعلم ونقر بذلك أن نعيش أزمة هيكلية في مستوى التعليم، ومستقبلنا في مجال التعليم قاعد يتراجع بشكل كبير. والقطاع الثاني قطاع الصحة، صحتي أنا وأنتي وصحة كل مواطن. وبالتالي إذا كان نحن هزوز ركائز أساسية في مجتمعنا وفي دولتنا قاعدين نضيعوا فيها بالطريقة هذه، معناها تونس إلى أين؟ وذاك علاش الآن أصبح الحديث هو حول لابد من إعادة النظر في وضع ورسم الأولويات، وكذلك إعادة النظر في كيفية تشكيل الحكومات. يا أخي توا احنا 7 و8 و9 حكومات، كيف نشكلوا فيهم؟
يا خويا مش انا نجي نعيط لحركه النهضه نقول معطيني فلان الفلاني. يا خويا انت به حركه النهضه مرحبا بك، انت عندك قيمه اساسيه في مستوى ميزان القوى جابت هذيك الانتخابات. يا خويا شوف لي واحد كفاءه ومش لازم يكون من عندك انت. وهذا كما الكلام يتقال النهضه كما يتقال نداء تونس كما يتقال اي واحد اخر. انا حاشنا بناس كفاءات. انا اللي يهمني مش هويه الشخص السياسيه، انا اللي يهمني كفاءه الشخص واستعداده باش يثني ركبه وباش يبذل حاجه للبلاد هذه. هذه هي الازمه الرئيسيه الان نعيش فيها. باه باش نجيك لك انت شامل، لانه السياسيين كل واحد متاكد شنو باش يقول على نتاع الشاهد. هل هذا كافي؟ شوف شعاش وركز، الاحاطه الماديه، ناس عندها موتى مدفونين صغار، الاحاطه الماديه بالعائلات والتركيز خلي. هل هذا كافي؟ كان ممكن يكون كافي في حاله وحدك هاو، لو كان ثم لاعبين اخرين في الازمه اللي هم اداوا خدمتهم بشكل صحيح. باه. لو كان واضح بالنسبه لينا شكون باش يعمل الاحاطه النفسيه، وواضح انه فما احاطه اجتماعيه، وواضح المعطيات واضحه وموجوده، ولو كان فما متحدثين اخرين اللي هم طلعوا وحكاوا، الوالي حكى بالكدا، لو حتى يعني اعضاء المجالس البلديه تبناوا هذا الحديث، لو كان كلهم هذوما قاموا بهذا الشيء، نجم نقول لك اي رئيس الحكومه في نهايه الامر ينجم يمشي يتفقد عمل اللي عليه وكهو، لكن احنا هذا كل مش موجود. ولنستغرب انه رئيس الحكومه يحكي كانه كل الامور هذه موجود. يعني يحكي في وضع كانه في وضع عادي. نتاع صارت كارثه كهو يلا نتعاملوا معاها احنا في ازمه، لا هذا ازمه من ضمن ازمات، معناها لازم ماهيش الامور على ما يرام، كما قلت لك كان ينجم يكون لو كنا في وضع اخر. انت في الائتلاف ما كانش ينجم يخاطب الناس في الليل؟ ما كانش ينجم يزور في وقتها؟ في وقتها نسال فيك، تنجم تقول لي لا ما ينجمش، نجم تقول لي لا، ما كانش ينجم يزور عائله من العائلات؟ ما كانش ينجم يعمل هذا؟ كل شيء كان نجم يعمل، كان زار العائلات كان افضل، وكان مشى يعني كان خاطب اخي انا رئيس حكومه ولا انا دافع عليه. انا كان نقرا الستاتيو فيسبوك بتاعك كل العام هذيت ونلقاك اكثر مدافع على الحكومه، والناس تتهم فيك بانك اكثر مدافع على السيد يوسف الشاهد. تو تجي اليوم تقول لي لا بشويه، لا ماكش اقل واحد، نرجع لك كنت حاب نخرجهم لك ونبعثهم لك برميت وخرجهم لك بالمنظمه برميت، عندي حتى مشكل بلي مزالش حتى كان دفعت الحكومه ما يقلقنيش، مش مشكله. انا حبيت نقول لك اللي كان ممكن يكون افضل من ذلك، كان نجم معناها كان نجم يقول يكون اقوى، كان نجم يزور العائلات، كانت نجم نختاروا برشا العديد بوكو داكسيون اللي نجم يعملهم في الليله هذيك. لكن انا اعتقد انه فما اشياء تتعمل افروا امينيما تعزيه، امر للسلطات الجهويه باش يتلهاو بالعائلات اللي ما صارش. يعني هنا يذولي انا قاعد نشوف اللي في الوالي نتاع اللي لاهي بالدور هيجر، على الاقل السيد اللي جاب حدانا ما جاش الوالي نتاع والمعتمد نتاع الدور هيجر. كيف هذوما على الاقل شفناهم احنا هنا، واللي في اريانا اللي كان حي التضامن حاجه منك، معناها على الاقل هذوما ما تبوش. ثم اعتقد انه لا كوميونيكاسيون دو غوفرنمون لازم تواصل، والاكسيون دو غوفرنمون لازم تواصل. بدلت الوزير او قبلت استقاله الوزير حطت وزيره اخرى، ركزت لجنة التحقيق. ثم انا متاكد اللي في الايام القادمه وممكن حتى اليوم اذا كان تاريخ بث الحصه باش يكون نهار الاربعاء، اكيد باش تسمعوا اشياء اخرى اللي تدل انه ثم تحرك على مستوى وزاره الصحه وايضا على مستوى العمل. واضح. فبالتالي لاكسيون لا كوميونيكاسيون لازمها ثم تحرك. حتى نجيك من بعد نجم تقول حاجه، تنجم تقول فقط تعقيب. احنا نلوموا على الطب كيفاش هم ممكن اساءوا يعني ردة الفعل او خباو خاطر هما موجودين غادي. اذا احنا نجموا نسمحوا لاخذي القرار انهم هما في وقت الازمه او لازمهم ياخذوا وقت باش ينجموا ياخذوا القرارات الصحيحه، فما مشكله. باه باه خنقدم حكيت عطيت موقفك، عطيت موقفك افروا. باه هذا سمعنا على يومين ثلاثه باش نكمل، فما شيء تعملنا باش نكمل اللي كنت تحكي فيه. قلت بانه غير كافي لو البقيه خدموا خدمتهم هكا ولا باه. نسمع الوزيرة. سيادة رئيس الحكومة أبقي لي شوز أون ما، هاكا هو. سيادة رئيس الحكومة أخذ لي شوز أون ما، جامي، جا، ليه؟ اسمع، هاك المحاسبة بصفة وقائية ما فماش، ما فما في حتى مصطلح وما فما في حتى مجلد وماهوش لو برانسيب نتاع ناس تحترم موارد بشرية نتاع قطاع قايم الذات واللي هو مفخرة في الجهة. شنو معناتها احنا مش نحاسبوا الناس بصفه استباقيه؟
لا لهذا المجال، لا للمحاسبة الاستباقية والوقائية اونتر كيمي سي اون بو لوتيليزي. اللي مش يقولوا البحث هو اللي مش نمشيو فيه وهو اللي مش نحاسبوا الناس عليه. شو نوقفوا ناس احنا قبل ما عندك حتى نتائج، حتى نتائج أولية نوقفوا في ناس؟ مش معقول. هو حتى في القضاء هو المجرم، التو ما ثبتت إهانته واحنا ما نوقفوهوش. يلزمني نخرج سامحوني بربي. شو نكملوا؟ أنا واحد عندي اجتماع توا ما. عندها اجتماع، عندها اجتماع سيدة الوزيرة. أيا باش نرجع لك صلاح دقيقة برك، نسمع منير. رئيس الحكومة خذا لي شوز أون مان. شوف معز، أنا اللي لاحظته أنه هناك كلمة كانت باردة برشا، سواء من سيد رئيس الحكومة أو حتى من السيدة الوزيرة. باردة ما فيهاش عاطفة بالكل. فما كأنهم ناس أرغموا على الكلام، كأنهم ما عينهمش باش يتكلموا في الموضوع هذا ولكن أرغموا على الكلام. فما نقص في الدفء الواجب توفره والمصارحة ما بين الرئيس، رئيس الحكومة أو رئيس سلطة تنفيذية والناس في فجعة كيما هكا. كنت نتمنى أنه يكون أكثر اقتراب من الناس، يحكي حتى في كل شيء، مثالش حتى بك التلقائية ويغلط مثالش ويقول لهم شنو المشكلة. يبدو أنه الصحة متاعنا في خطر، ويبدو أنه عندنا مشكلة وعندنا أزمة ولازم نتكاتفوا مع بعضنا ونيقفوا الأزمة. جاي نعزي الناس، نعطيهم شوية فلوس كان يحبوا، وعطي التعليمات والآخر استقال، قبلت استقالته وانتهى الموضوع. والوزيرة الصحة أيضا تكلم بالسلطوية والتشنج والصعب، كأنها باش تحاسب العائلات مش باش تحاسب المخطئين، وتحكي بمنطق متاع متفاهمين المتهم بريء اللي تثبت إدانته، متفاهمين الأبحاث هي الكل، متفاهمين القضاء والفيصل. أما كي تذكرنا بها في فجعة كيما هكا وتقول شنو نحاسبوا الناس، مش معقول، ماهوش وقته، من فضلكم ها، معناها شدوا بلايصكم والموضوع هذا ما نحبوش يكبر. بعدها بالضبط، بعد هذه الكلمة نتاع رئيس الحكومة وبعد الكلمة نتاع وزيرة الصحة، خفتت وسائل الإعلام كان لاحظتوا، لأنه كأنها فما مساج، رسالة ضمنية، ردوا بالكم، الموضوع هذايا هاو عملنا فيه ما يجب ان نفعله، وهو تعزيه السيد استقال قبل استقالته والقضاء خذا مجراه وعدنا بحث اداري وانت الموضوع. نعم هاو على لا مش نحكي على اليوم صاحبي، نحكي يمكن نامل انه الاعلام يتبع الموضوع مليح ويتبع وين يوصل الموضوع هذا. لكن بعد منير، بعد منير احنا متابعين، احنا متابعين مش وحدنا ولا علم تسليح يتبع مش يخدم اشوبرك، لا باش يتبع، باش يتبع، باش يتبع اشوب، باش يتبع. لكن بعد الكلمه هذيك خفتت الاقلام والاصوات. تسليح تسليح، ايش رايك في النبره تاع السيده الوزير وهي تخاطب الصحفيين؟ هذه الندوه الصحفيه اللي كانت انتظارات كبيره ياسر من الاعلام، كانت كل وسائل الاعلام تستنى فيها، حاله من التشنج. النبره هذيك شنو رايك فيها؟ قطعت الندوة الصحفية وقالت أنا يلزمني نخرج، عندي اجتماع. هذا خطأ آخر أيضا تم ارتكابه. يعني يبدو لي أن الطاقم الحكومي لم يكن مهيئا، لم يكن مهيئا لكي يواجه مثل هذه الأحداث الكبرى، لا على مستوى رئيس الحكومة ولا على مستوى السيدة الوزيرة. لأن الوزيرة كانت متشنجة وكانت تتكلم بنوع من الصرامة، ما كانش مطلوب منها ذلك. هي مطلوب باش تعيد الثقة، هي باش تتحدث على كارثة موجودة، ثم خاصة هي علاقتها بالصحفيين اللي موجودين هم الأداة اللي باش يبلغوا، هم اللي باش يعاونوها وباش يعاونوا الحكومة على أنه يقع امتصاص هذه الأزمة. الطريقة اللي تكلمت بها ما كانتش في بقعتها. شوف أنا معناها حتى قضية استقالة وزير الصحة السيد رئيس الجمهورية قال أنه هذه الاستقالة ساعدت على امتصاص الصدمة. نقول سيد الرئيس سامحني، ما وقعش هالعملية هذه بكل. إلى حد الآن ثم كثير من الناس يشكوا هل هو استقال بإرادته أم أجبر على ذلك. ما عنديش تفاصيل، لكن الشيء مطروح. الموضوع في الحقيقة كان في لحظة من اللحظات الناس مشت لأكثر من هكا. الحكومة المفروض تقف، الحكومة المفروض تستقيل. أنا جينا سيسليح ما تجي مش نحكيه، مش نكمله. مديرة المديرة العامة للصحة
عادات غير لائقة لعائلات متألمة بصراحة. هذا شوف كل هو ديما متألمين، ما ثمش حتى موت ما تألمش كبير صغير في أي واحد. الكبير يجيبوا الصندوق من البلدية، الصغيرات يحطوهم في صناديق كاردونة على خاطر البلدية ما ميش موفرة صناديق خاصة. دونك هو يكون مؤلم أكثر، وصارت فيها حتى دراسات بسيكولوجية مؤلم أكثر ولو كان يتمد في دين هكيك العائلة. نعم سامي، بعد السيد رئيس الحكومة اللي اختار أنه يمشي للسبيطار فقط، وفما شكون موافق اللي السحب ينفرج وشي ما قالت لا أنه كان يزم يعمل أكثر من هكاية، وقالت بأنه لو كان تبع الباقي الكل كنا استمعوا في السيدة الوزير. قلت لك هذه دراسات بسيكولوجية، وأحسن حاجة نعملوها أن نعطيه صغار في كردون. هل هو خطأ اتصالي جديد؟ أيضا ساعة زيارة سيد رئيس الحكومة المستشفى مش مشكلة، زار المستشفى نجم يزور المستشفى رئيس الحكومة، بالعكس يزمو يزور. أما شنو اللي قال؟ قال أعطى تعليمات الإحاطة المادية والنفسية، أعطى تعليمات، أعطى رئيس الحكومة. شنو اللي صار بعد؟ سمعت ما وش قالوا؟ ثم لائحة لا مادية ولا نفسية، معناتها مغالطة، معناتها نوصل ما تخرج، والفضاء الوحيد تخرج فيه وتعطي تصريح ما تكونش قده، ونفس الفضاء غدوه ما في حتى مدير، ما تكونش قده نفس الفضاء من غدوه ما في حتى مدير، ما هوش قد كلامي اللي يقول فيه. دونك كلام هذه الاولى. شنو معناتها كاتب الدوله سامحني ولا الوزيره بالنيابه تقول رئيس الحكومه ابخي لي شوز اون ما عليه، ما كانتش لي شوز اون ما قبل، وقت خذا اللي بعد عام ونص خذا لي شوز اون ما، سي غراف. معناتها شنو معناتها انت تحب تقول لنا وقتها سي بعد مثلا سامحني لما في جامعة ش تحب تقول معناتها ابخي لي شوز اون ما؟ معناتها اليوم انت تحب تقول لي سيد رئيس الحكومه ما كانش شادد الملف هذايا؟ عند شكون كان؟ ما هي حكومه هي وسياسه كامل. دونك هذه حاجه. ثلاثه، حكومه هذايا سامحني لو كان هذه بركه لما صارت الحادثه هذه برك نكون رحيمه معاها، انا حسبها بلطف. احنا رانا من مصيبه لمصيبه، رانا احنا من عنا نحب بالله مادامني في نفس الوجع راهم يتفرجوا فينا توا العائلات. أي من العثماني، أي من العثماني اللي مات في سيدي حسين اللي تقتل البرصاصة، نو سولمون يتقتل البرصاصة، نو سولمون برصاصتين. ونحب نقول راهو ماهيش هي اللي أدت لوفاته، راهو اللي صار له في المستشفى يداوي نحيولو في الرصاصة اللي على جنب وما فقوش برصاصة اللي في الساق، أدى إلى نزيف وأدى إلى وفاة طفل شاب أمه تحب تفرح به. معناتها معناتها سامحني انا راني ام راني نعرف بيبي ونعرف ولدي راجل، واضح نعرف ولدي قدامي. نرجع للسلاح بانجي لان نحب السلاح الكلام اكثر ونكمل بركه نكمل بركه يعني يعني سامحني رانا من مصيبه لمصيبه، تحب نعملوهم نعملوهم. ذاك علاش نقول لك المساله مش مساله حادث وبرا باش نقول رئيس الحكومه تصرف. سي سلاح مره اخرى، هل تعتبر بان هناك خطا في التعامل مع هذا الموضوع؟ وربما تساهل في التعامل مع هذا الموضوع، كانه موضوع موش بالحجم اللي كنت تحكي عليه قبيله. سيد رئيس الحكومة، الوزيرة، والوزيرة تحدثت بأنه السيد رئيس الحكومة كما قال هو اللي خذاه وأعطى التعليمات بأنه بعد 30 يوم، وهي كانت كاتب دولة معناها كانت تنجم تنحي هي الصندوق، بعد 30 يوم باش تنحي الصندوق. علاش حسب رأيك ما عرفتش الحكومة تتعامل مع الأزمة؟ لأنها ما عندهاش الخبرة في 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 مجال مواجهة الأزمات. هي هذه قضية الصنادق هذه، ثم زوج مسائل راهو في غاية من الخطورة على المستوى الرمزي. قضية الصنادق بالطريقة هذيك كرازن مش حتى سند، والحاجة الثانية قضية الفلوس. معناها ناس يعني أولادها مشات ماتت وناس تحاسب فيها 500 و300 و250 وكذا، وإذا ما تعطيش تو نلقاو كيفاش. معناها هدرة فوق فوق فوق, فوق, فوق العقل. تقول هيبة الدولة تمست بهالحاجتين هذوما، بحكاية الكرازن وبحكاية الفلوس، لأنه معناها ما عندهمش التدريب الضروري في مواجهة مثل هذه الأزمات. حتى دخلت السيد رئيس الحكومه يعني ايش فاهم معناها اعطى تاثير عكسي تماما، لانه ما ثماش فلسفه، ما ثماش كيف نتعامل مع المواطنين ومع الراي العام في حالات الازمات الكبرى. نواصلوا. كاتب العام للحكومه في تصريح باش نعطيك تعلق عليه انت، يقول بانه هذا يحصل في كل بلدان العالم، يعني ازمه ضحايا. تصريح السيد رياض المؤخر، هذا يحصل في كل بلدان العالم حتى فرنسا. ساعة قبل كل شيء هذا راه مشكل
اتصال سي ان بروبليم دو كوميونيكاسيون سي الكل. اول حاجه يوسف الشاه جاء دخله نتاعو هايله، واحد باش يتعشى باش يعمل ريونيون يفرق في ديه كانوا باش ياخذ فلوس ولا باش يقرا الفاتحه. ثلاثه معناها راس عاليه، معناها فما جو، فما حاجه شعل لنا حاجه، عملنا شويه بقوة، فما جو. ثلاثه الشيء اللي قالوا مالوريزمون جي با لا فيديو، هو بالضبط تصريح بن علي وقت اللي جي في حاله من الحالات اعطينا ساعه ثم تواولينا بالنوه نو هايله، اعطينا تعليمات وكذا وبنروحوا سي فيني اكهو. هذا في حاله كيما هذه ما نجمش نقول لك مثلا فرنسا ولا سويسرا ولا امريكا ايش يجرى. المسؤول الاول اللي هو يجرى راهو اي اللي هو يجرى. المسؤول الاول ايش يعمل؟ اثنين، انا نفضل ما نعلقش على كتبة الدولة هذه اللي رشحت ترقات ولا تزيرة، نفضل نسكت خير، خاطر يعني تعرف شنو هي جلوبالمون نسكت خير. باه. ثلاثة، والله المديرة العامة هذه نتاع الصحة ماذا بيها تعاوننا شوية، خاطر ما نعرفش فانا دراسة قرات هذه بسيكولوجيكمون، واحد تعطيه في كاردونة نتاع بسكوي، سمعتني؟ يعني مأساة. مأساة يعني اون جوستيفي لانجوستيفيابل، تعرف معناها الناس والحماس. الحماس انا بالنسبه ليا وكان جيت غادي راني هربت ولا تحت خفت بالعياط نتاعها، معناها سي الوزيره انا ديسيدي سي تيرميني، معناها الناس كل تسكت. شنو هذا؟ اخي الناس ماهيش فايقه اللي البلاد عامله ثوره، الناس ماهيش فايقه اللي ديجا ثم ناس تبكي بصوره عامه. ثم أشياء محنطة مازالت حية بيناتنا تمشي معانا قاعدة ماشية، وهذيك هي راهي اللي تعطل التحويل. ما نقولوش بأنه تعطي رئيس الحكومة فقط، شوفوا السيد رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي باش ليه تفرجوا. أريد بهذه المناسبة وفي مستهل هذا التدخل أن أذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من البعض سواء كان رجال السياسة أو رجال الحكومة، ولهذا احنا المجلس هذا كان مبرمج أن نجمعوه في أسبوع الفرد، لكن بطلب من السيد رئيس الحكومة لأنه عنده تعهدات نحن نحب نكونوا يعني أخرناه لهذا اليوم. علمونا مخر. نعم علمونا ليلتها واحنا ديما الكل يعلمونا قبل بجمعتين، قبل ثلاث جمعات قبل نجموا نعلموكم حتى بشهر قبل، مش هذا الموضوع ولا لا؟ حكيت على الحداد، مش مع لنج الحداد، لكن استغل هذه المحنه باش يصفي حساباته مع السيد رئيس الحكومه، هل هذا طبيعي؟ شوف اللي تتبعت النقاش من البدايه ومن الحلقه، احنا بديتوا بالميكرو المواطنين اللي تضروا واللي كذا، وكل واحد كيفاش عاش المأساة وكل واحد شنو يتعرض له كذا، ثم الآن طلعنا للمكرو شنو نلقاو في الفوق بالكل؟ نلقاو تصفية حسابات وصراعات الحقيقة بين القصر نتاع رئاسة الجمهورية وبين قصر الحكومة، بمعنى أن المواطن وقت اللي يشوف كبارات القوم يتصارعوا بهذه الطريقة ويتعاملوا بهذه الطريقة، كيفاش باش ينجموا يثقوا في الطبقة السياسية؟ كيفاش ينجموا معناها يستعيدوا ثقتهم في الدولة وفي مؤسسات الدولة؟ كيفاش يولي عندهم ثقة في المستقبل نتاع الانتقال الديمقراطي في تونس؟ أنا في رأيي هذا يعكس لنا بوضوح أنه الطبقة السياسية وجزء منها كبير في واد، والمواطنين في واد آخر، وذاك علاش قبليك وقع واحد من المواطنين لكن من اللي عنده ولده قال أنا ما ندخلوش في السياسة، وحاولت معناها الاخت سامية باش تفسر له معناها السياسه وتوضحها له، لانه يعني بالنسبه لي السياسه هو اشخاص، هما ناس يحكموا ويحكموا زاد بالطريقه اللي كنا نشوفوا فيها. مشاكل المواطنين ماهياش مستحضره بشكل المطلوب، ومستقبل تونس مستقبل هذا الانتقال مش واضح ايضا لدى النخب الحاكمه، وذاك عندنا ازمه وجود الان
نعاني ونمر بأزمة وجود، وأنا الأوان باش نتحدث مع بعضنا بكل صراحة وبكل وضوح. شيماء قبل ما نمشي للي بعد، شيماء طبيعي حسب رأيك، هان شفنا حالات المواطنين، شفناهم الكل وبكي الجمهور وبكيتوا انتوما، وأنا حاولت نشد روحي تفرجت فيهم ليفيتير برشا مرات، تعرف عليه شو ما بكيش، شو ما يقولوش يزغل في هذه الفرصة، كيف الأخ ما جاوش يشد روحي قدام المواطن لأني ما عرفش شو باش يقول، ليفيتير تفرجت فيهم برشا مرات باش ما نحس حتى شيء. هذوما مواطنين، حكينا رئيس الحكومة مش ما يقولناش متحاملين عليه وعندنا مشكلة رئيس الحكومة، هذا رئيس جمهورية، هذا رمز البلاد، كان نجم يطلع خاطب الشعب حسب رأيك يقول لي كان أنا غلط ولا خاطر يطلبوا فيا طرف حياد، ما فماش حياد في مثل هذه المواضيع، ما جابش تكون محايد على شنو، رئيس جمهورية ما يعمل في حد شيء، يستغل فرصة باش يصفي حساباته مع رئيس الحكومة بتاعه، طبيعي هذا حسب رأيك؟ هو مخيف مش طبيعي. مخيف إي. خاطر لازم نذكروا أن رئيس الجمهورية مسؤول على احترام الدستور. ودستور هو اللي نص على أنه الصحة حق وأنه لازم تكون متوفرة للناس الكل، واللي فاقدي السند والأشخاص اللي هما ذوي أو منقصين مادياً، نحبش نقول الفقراء خاطر كلنا فقراء، ذوي مش أي هو المسؤول على تطبيق هذا. أنا استغربت الحق كيفاش أنه هذا معناها الفيديو هذه فيها مونتاج محطوطة معناها على صفحة رئيس الجمهورية. أنا استغربت أكثر أنه به نفترضوا هذا كصار خاطر ما عندناش الفيديو كاملة، كيفاش ما تشافش أنه عيب أنك أنت تولي، مش عيب، مخطر أنك تولي زوز رؤوس. هو كان ما فقوش بها راهي غلط، مستحيل ما وكان فقوا بها وحطوها، فما مشكلة راهي غلطة أكبر هذه، فما مشكلة معناها وسائل جماعة الاتصال في القصر يحبوا يوصلوا المعلومة هذه، إن السيد رئيس الحكومة أنا عمري ما جاش قبل بجمعة معنا. أنا قلت لك هكا ولا هكا؟ نفترض إنه مرت واضح إنه مرت كحاجة عادية. مخطر برشا على خاطر يزيد يعطي للعباد الإحساس إنه ما فماش وعي بالخطورة متاع الوضع أو ما فماش وعي بالمتلقي اللي هو المواطن، الناس الكل مش باهي. بعد ما حكى هذه الكلمة رئيس الجمهورية يصفي مرة أخرى حساباته مع حركة النهضة. وهذا نعتبره وأدنى يمس بالأمن القومي هو هذا موضوع التنظيم السري. احنا جبدناه قبل في المجلس ولكن لا أكثر ولا أقل، لكن كيف نشوفه كل يوم ناس تتكلم في الصحافة في وسائل الإعلام وتجبد في الوثائق وهو هذا يقال وهو هذا ما قالش، هذا يتولي يمس الأمن القومي. هذه قضية لابد يعني ننظر فيها ونأخذ موقف فيها مهما تكون مهما يكون الموقف. هذه اللي وقع اللي يسميوه أصحاب الرأي محتشد الرقاب، يعني الشعور أقول لكم بكل صراحة، أنا أتكلم بصراحة، الشعور هو كونه المسألة تعديت وغطيناها والسلام عليكم بالعافية. هذه ما يمكنش لأن مسألة أخطر من كل شيء، هذه غسل العقول وجابوك صغار هذاك في الوضع اللي فيه وما نجموش نقولوا قلبنا الدوسي وعفى الله عما سلف، ما نجموش نقولوا هذا وما نظنش في نية لا الحكومة ولا غير الحكومة باش كونوا الدوسي هذا تغلقوا بالطريقة هذه، ما نظنش. سي صاحبي مسألة الجهاز السري مسألة مهمة تهم التوانسة الكل ونحبوا نعرفوا موجودة ولا مش موجودة وشكون المسؤولين عليها، مش مدرسة رقيب كيف كيف، لكن رئيس جمهورية يدعو لمجلس أمن قومي حسب رأيك الحديث اللي كان فيه هل كان يصفي في حساباته مع جهات سياسية؟ كان يصفي في حساباته مع رئيس الحكومة، لما يعني نرجع لكلام سي سلاح وقت اللي قال فما تصفية حسابات بين رأسي السلطة لاحظناه أنه حقيقة يعني بكل موضوعية أنه السيد رئيس الجمهورية في وقته وقته لا مش وقت الجمهورية معناها أكثر من ذلك، هو أنه عقد مجلس الأمن القومي والحديث بهذه الطريقة والأربع قضايا اللي تم ذكرها معناها الأربع ماهيش مكانها، ماهوش مكانها لمجلس الأمن القومي وموش مجالها، وعبارة وكأن عمل انترفيو في التلفزة ولا عمل خطاب وحكى على ما جال بخطيره في قضية الرقاب في قضية التنظيم السري. وما تنساش أنا قيتها من شيرتين انه ايضا اكد على انه القضاء يجب ان يكون منها محايد وما نخطوش عليه، يعني ما فهمناش المساج. واستقبل ايضا لجنه الدفاع توا المساج ما فهمتوش، يعني درا هو مساج لحركه النهضه ولا مساج لفيت حركه النهضه بالحق صراحه مش واضح. ولكن في نهايه الامر خلينا نكمل الاربع قضايا ما همش تاع مجلس الامن القومي، ممكن يعمل انترفيو في التلفزه ويدلي برايه وخاصه
الموضوع نتاع الحادثه نتاع نتاع وسيله بورقيبه ما تجبدش لان دخلت ولاحظنا ايضا وحتى فما صارت معناها نقول روح اللحمه شويه باهي تسليح. قلت في واد قلت الطبقه السياسيه واد والشعب في واد. اليوم هذا رئيس جمهوريه رمز البلاد، هل رئيس الجمهوريه في وضع كيما هذايا كان يجب ان يخاطب شعبه ان يزور الضحايا او يصفي حساباته مع حركه النهضه مثلا؟ شوف انا الحقيقه المشهد بكله من اللي بدات القصه نتاع المساكن هالصغار اللي ماتوا الان مشهد سريالي بالنسبه لي. خاطر انا كي سمعت ثم اجتماع مجلس الامن القومي انا قلت باش يعطي بعد جديد لحكايه الامن القومي باش يبين انه الصحه والصغار نتاعنا فهمتني والجيل الجديد مهدد، ولذلك يلزمنا نعيد بناء تفكيرنا الاستراتيجي. واذا به نلقى المواضيع نتاع اللي فيها نقاش وجدل واللي يلزمها تتناقش ويلزمها لكن ما عندها حتى علاقه باللحظه التاريخيه، ما عندهاش. ولذلك كانه معناها الرئيس قفز فوق الحدث بشكل معناها ملحوظ. الامر الثاني اللي هو معناها مهم جدا، السنه هذه سنه انتخابات. ايش معناها سنه انتخابات؟ معناها سنه باش تكون هامه. المواطنين اللي نحكيو عليهم والعائلات نتاعهم وكذا، ما هو ذوما هما الراي العام اللي باش نحكيو معاهم، باش نحبوا نرجعوهم للدوره السياسيه واللي باش يفكروا في المستقبل. في اللحظه هذه بالذات يلقاو معناها الجماعه الفوق قاعدين يسبحوا في بحر اخر، وثم رئيس الدوله يحكي في مواضيع اخرى ما عندها حتى علاقه بجوهر الموضوع. بجوهر الموضوع. باهي. توضيح حاجه. في ساعة. اجتماع مجلس الامن القومي هذا كان مبرمج من قبل ما تصير هكاش قال الرئيس. فوالا، والحاجه الثانيه انه التوجه نتاع رئيس الجمهوريه انه الامن القومي يشمل امور اكثر من عام 2018، عمل لجان مختصه في المجلس الامن القومي اللي هي تشمل خاص كل الحكومات وحط تراسها الوزراء، معناها فما شكون شاف انه قاعد ياخذ من صلاحيات رئيس الحكومه. لو كان عندنا محكمه دستوريه راهو كان ينجم يتفض هذا نتاع تنازع الاختصاص، لكن هذا موضوع اخر. واضح. باهي. للاحزاب الكل والمنظمات الكل زيد باش نقرا لكم في الكل الناس الكل الاحزاب الكل المنظمات لوتيكال الناس الكل عملت بيانات. ناس كما تحيا تونس البيان نتاعهم بانه بالطبيعه نفوذ مطالبه تسلط عليهم اقصى واشد العقوبات، وذكرت بانه وزيره الصحه استقالت مصيبها واعلن السيد يوسف الشاهد قبولها، لكن احزاب اخرى طالبت باستقاله الحكومه كما حركه الشعب مثلا، كما حزب العمال، مشروع تونس لا يطالب باسقاط الحكومه، والتيار الديمقراطي ايضا لا ما فيش في البيان نتاعو اسقاط الحكومه. سالنا بعض النواب اليوم هل يجب على يوسف الشاهد ان يستقيل؟ اللي صار ماهوش الوزير نتاع الصحه او جاء عنده اربع اشهر مازال ما عرفش البيروات نتاعو. معناتها حكومه فشلت، احزاب فشلت، منظومه انتخابات 2014 كلها فشلت. توا كان الوزير ما استقالش العباد تبدا طالب باستقاله الوزير. اليوم نسمع انا في حديث اخر علاش الوزير استقال وهذايا بوكيميسير وغيره وغيره. توا ثبتوا رويحكم، معناها الناس شنو تحب في نهايه الامر؟ تحمل مسؤوليته. اليوم فما قطاع، قطاع الصحه هو اللي معناتها تحت محطوط تحت المجهر، مش مدخل هذا في استقاله في الحكومه، ماهيش ما تروح المساله. بالنسبه للاجابه الشعبيه بطبيعه الحال احنا دعوناه للاستقاله منذ أشهر عديدة ونعتبره اللي هو يعبر على سياسة فشل الحكومة باستمرار. الحركة اللي عملها وزير الصحة حركة معقولة لأنه دخل في الثقافة السياسية أنه وقت اللي خطأ ولو ما يتحملش بصورة مباشرة لكن يتحمله سياسيا باعتباره على رأس الوزارة ولو من منذ أربع أشهر، لكن هو يضمن تواصل الدولة. نجموش يقولوا عنا تركة وما عندناش تركة. أي واحد يقبل مسؤولية كان يتركها ما يقبلهاش. يولي أمر متاع جريمة الدولة استقالة الحكومة مطلوبة. احنا على كل حال لهذا وغيره حتى في علاقة بالانتخابات، في علاقة بحزب يبني في روحه من الدولة للتحكم في رقابة التوانسة، استقالة أكثر من ضرورية. أنا أعتقد اللي هذا ما هوش هو الحل، هذا موش موقف مسؤول، موقف مسؤول نخليه اللجنة تخدم، إذا عانى لها ملاحظة نقولوا باش كيفاش تدعم، وإحنا كنواب نحبوا النواب يكونوا موجودين في اللجنة نتاع التحقيق، وفين توصلنا النتائج؟ فهمتي النتائج معناها الحقيقيه والعميق فين توصلنا هذايا، ناخذ قراراتنا وفق تلك النتائج بتتحقق. هذا هو المسؤوليه. شنو تقول؟ كان جاء الاستقاله تغير الوضع والله تنقولوا يستقيل، موضوع اعمق من هكا. لا يعنيني انت تعرف يعني شنو هو ما نحن فاعلون باش نحسنوا الوضعيه الموجوده نتاع الصحه. الحكومه تمشي وتجي والمطروح اكثر من استقاله هو حوار واسع وشامل حول الخيارات الوطنيه، لانه هذه اليوم
ينجم يمشي يوسف الشاهد تجي ناس اخرين وتعتمد نفس الخيارات. نظريا كل شيء ممكن، ولكن لا نعتقد ان هذا الحل. قالت الحكومه ما تروح من قبل حتى الفاجعه هذه، خطوة عشنا فواجع شويه باش نستناو حتى تقع المشكله هذه باش نطالبوا باستقاله الحكومه. احنا من زمان اخونا الحكومه هذه لازمها ترحل. هل يجب على حكومه الشاهد ان ترحل؟ هذا اخر سؤال. ما عنديش اجابه. ما عندكش اجابه بكل. سي صاحبي. الحل مش في تغيير الحكومات، انا حتى الاستقاله نتاع سي رؤوف الشريف ما نراها لي ابار لي في على الراي العام اللي هدد شويه، ولكن حقيقه معناها ماهوش الوزير هو مسؤول على الموضوع هذا. يعني هي منظومه كامله، منظومه معناها ماهيش باش تغير باستقاله وزير واستقاله حكومه، بالعكس ممكن استقاله حكومه او تغييرها في الظروف هذه ستة شهور قبل الانتخابات ممكن بالعكس معناها تخلينا في مجال نتاع عدم الاستقرار. يظهر لي اللي قالوا زياد مهم، انه اهم من اي استقاله او تغيير وزير الحكومه هو حوار وطني واسع وجدي ومحايد وفيه خبراء وفيه سياسيين وفيه ناس كل باش نعرفوا هالقطاع هذا مع زوج ثلاثه قطاعات مهمه استراتيجيه مثل البيت كيفاش نطوروها وكيفاش نقدموها، في انتظار انه بعد ستة شهور ثمان ناس كل تمشي الانتخابات والحزب اللي عنده افضل رؤيه وافضل برنامج وافضل اشياء باش يقدروا التوانسه ينتخبوه وينفذ البرنامج هذاك. باهي، فما ناس دعت لي لاقاله واستقاله الحكومه، هل هو الحل؟ ستة شهور ما زلت على الانتخابات، ما بدلوهم توا باش يقعدوا شهرين نعملوا في حكومه اخرى وبعدك حتى يعرف الوزير بيروح، حسب رايك هذا هو الحل؟ غير وارد مبدئيا، لا بالنسبه لما حدث ولا بالنسبه للفتره الزمنيه اللي ما زلت. يعني نواصلوا هكاهو. سي سلاح قلت قبيلك المفروض في استقاله الحكومه. علاش انا قلت رغم اللي نعرف هالكلمه ثقيله، ولو انا الان باش نخمم في عقلي ما نامنش بالاستقاله الحكومه، ولكن انا قلت استقاله الحكومه باش نبين خطوره الحدث، ولانه في فنلندا ما عندهاش ياسر حكايه ثلاثة اربع ايام حكومه استقالت كامل على خاطر ما نجمش تطبق برنامج في مجال الصحه زاده. الـ 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 المشكل هو انه عندنا حدث كبير واكثر من هكايا، هات نتحدثوا بصراحه، مش توا قاعد مش راس الغنوشي قبل جمعتين قال نفكروا في 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 في, في ونعملوا في مشاورات بالنسبه باش نغيروا الحكومه ونجيبوا حكومه تقنقراط ولا حكومه انتخابات، ومش ثم كلام حتى من داخل الحزب الجديد يقولوا انه سي شاهد باش يستقيل قبل شهرين ثلاثه شهور باش يتفرغ ربما للانتخابات الرئاسيه. بمعنى انه احنا عايشين تراجريجه، عايشين في وضع مروب مش ما هوش واضح. انا حبيت نقول بانه ما وقع خطير جدا، ولو مشينا في هذا الاتجاه وينجم يرتقي حتى لتوقف الحكومة عن العمل والدخول في مرحلة جديدة والتهيئة للانتخابات، أنا نقول بأنه وضعنا أصبح مزعج جدا خطير جدا، الشعب التونسي يحتاج إلى دفعة جديدة، وأظن أنه على الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى رئيس الدولة أنهم يفكروا شوية في الشعب التونسي باش ندخلوا إلى مرحلة تكون أقل فيها أو على الأقل عندنا استعداد باش نواجه أكثر المخاطر. التيار الديمقراطي لم يدعو الى اقاله الحكومه او لم يدعو الحكومه انها تستقيل. شوف حسب رايي معناتها الحكومه هذه مش الحكومه برك هي خطيره، معناتها هو يوسف الشاهد اصبح خطير، مش كل الحكومه خطيره. معناتها الحكومه نو سيلمون اللي هي فاشله فشل ذريع، معناتها يوسف الشاهد في فتره حكمه كل فشل ذريع. ارقام كل راهي كارثيه معناتها. مسكين به على شنو؟ معناتها نقولوا ليه خلي يكمل على شنو؟ هو ناجح؟ هو فاش مش فاش برك سياسه ولا غلا بدون حتى رؤيه. هذه انسان جاء عنده مهمه معينه، تفريط في المؤسسات، تفريغ المؤسسات العموميه، اخراج وتسريح الموظفين، التقليل من نفقات الدوله، ضرب الصحه، التعليم، خوصه جاي في برنامج معين. سامحني خلينا نكمل. هذا برنامج الشاهد. ثاني اللي 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 معاه انه الشاهد عنده سياسه هذه كل اللي هي سمحني ضرب للدوله ومقاومه الدوله، انا نعتبره خطير جدا. مي ايضا شاهد سمحني باش قاعد يخدم، شاهد يخدم بملفات تاع الفساد، قاعد يلم في ملفات انتقائيه باش يحرك وقت اللي يحب، حرك ديجا مازال يحرك، مش حرب على الفساد، وانما يحاربوا على الفساد هي بدها ملف تاع فساد. شاهد يخدم بالاعلان، لاحظت كل مره تخرج وسيله تخرج تجي كارثه، ما عادش نحكيو في الكارثه.
رئيس الحكومه كيفاش مثلا يجيبوا الفازه هذه سامحوني الحاته هذه نتاع 12 رضيع. سيد رئيس الحكومه زار المستشفى، سيد الحكومه وعد، سيد رئيس الحكومه باش يقوي ياخذ قرارات، سترون يوم الاربعاء. سيد مليت الحدث يدور حول سيد رئيس الحكومه. يعني سامحني انا لما قبيله اغضبت على فتره بتاع بن علي، علاش؟ لانه بن علي مش شخص، بن علي راهي عقليه، راهو احنا ما نجموش نقدموا الا ما نقطعوا مع العقليه هذه. هذيك علاش والاخطر من هذا كله، اش قاعد يعمل سي يوسف الشاهد تو؟ مشيت لها بينا؟ راهو يعمل في حزب سياسي، راهو يستغل في مفصل الدوله، راهو يستغل في مهما يقول ماناش نستغلوا وهو يستغل. هل يلزم يستقيل ام لا؟ يلزم يرحل هو وحكومته يرحل. هاكم ما قلتوش في البيان نتاعك. انا هذيك بيان هبطوا الحزب لانه تويك هذيك في علاقه بالحادثه هذه. اما نتصور الحزب قاعد يدرس لهم في المساله هذه. نقاشات كبيرة قاعدة في الحزب المكتب السياسي، حزب الشخص واثنين، حزب مؤسسات، ويقتضي الأمر باش يصرحوا. ما خرجتوا كوميونيكي من غير مؤسسات وحدكم هكاك خرجتوا؟ لا هذا بيان جاي من وضعية معينة، نحكيو على مجال الصحة فقط، نحكيو على الواقع نتاع 12 طفل فقط، أما المسألة مش مسألة 12 طفل فقط. نعاود نقول لك لو كان جات بس لهذه بركه نقول لك لا ما تسخرش حكوم عليها. ندير فهمت ندير واضح. اما المساله اكبر بكثير. هل يجب ان يستقيل رئيس الحكومه؟ وهل ماذا سيضيف حسب رايك رئيس الحكومه كي يمشي امام مجلس النواب؟ شنو ينجم يضيف تضيف الزياره نتاعو ولا حضوره مجلس النواب؟ بالنسبه لما وقع في المستشفى الكارثه نتاع الرضع، انا ما نراهاش واقعه تستوجب استقاله الحكومه كلها برئيسها. هذه فاجعه كبيره صارت. استقاله وزير الصحه انا نراها في حجم هذه الفاجعه. ما نوصلوش معناها رئيس حكومة وحكومة الكل غدوة ترى يدخل في حيط نطيح الحكومة غدوة كذا، مش كل فاجعة نطيحوا عليها حكومة. أو الحزب اللي تنتمي له قال استقالة الحكومة؟ التجربة كانت حلوة في الحزب نيدا تونس. ماني قلت لك معز ما تشدش برشا في الحكاية هذيك. ما زلت معلنت الاستقالة؟ لا نشد لا نشد. أنت كي تحسني حازب حاكم كي تعذر لي في وجهي هكا. أنت في النداء شنو حازب حاكم؟ تحسني نحكم. ما فهمتش أنا حزبك يقول الاستقالة وأنت تقول لا. معز بن غربية تقصد المدير بن صلاح تحسني حاكم في البلاد. لا حزبك حاكم. أي أنا تحسني حاكم؟ لا حزبك حاكم أنا أنت ما نجمش نقول لك حتى شيء. أي باهي الحمد لله. مش كل فاجعة تحصل تطيح عليها حكومة. لكن إذا كان السيد رئيس الحكومة عنده طموحات سياسية وهذا يبدو أنه ثابت وهذا مشروع، كما سامي عبو عنده طموحات سياسية، كما صاحبي منفرج عنده أيضا طموحات سياسية، هذا أمر مشروع حد مطلوم عليه. وقتا نقول له سيب رئيس الحكومة، سيب المؤسسة، حيد المؤسسة ومرحبا بيك تخدم في العمل السياسي عادي. معناها استقالة رئيس الحكومة اليوم حتى يتفرغ العمل السياسي نتاعو. إيه هذا أيضا هذا أيضا لمصلحته هو، لأنه تو دخلنا في لو كونتر أوبور، تو راهو كل مصيبة باش تقايد عليك. بدءا بهذه باللي قبلها وباللي جاي لا قدر الله. حيد نفسك، حيد رئيس الحكومة واخدم السياسة كما يخدموها الناس الكل. أما تقعد في الواجهة راهو سوف تدفع الثمن وهذا موش به. إذا لمصلحة رئيس الحكومة أنه يشتغل اليوم في السياسة بكل حياد وكل موضوعية على قدم مساواة مع جميع المتنافسين السياسيين. واضح. به بدينا بقصيدة شعر. نكملوا قصيدة شعر لكن المرة هذه شعر تونسي باش حذايا هنا يلقي قصيدة نتاعو. ضو هذا الشعر صغير. ذو حديد صباح الخير. الموت حق لكني الكراد مباطل، بلاد عاطلة وما تجيب كان العاطل، بلاد الهانة من بابها لمحرابها جبانة، بلاد الهانة من بابها لمحرابها جبانة، تموت وتعدي حياة الهانة، يا تموت وتعدي حياة مهانة، حكومة الهانة كل نهار تماطل، يا تموت تحت الوالدة الحنانة قبل الحياة ونسامحوه القاتل، يا تموت تحت الوالدة الحنانة قبل الحياة ونسامحوه القاتل،
بلاد وضيعة ما تشوف كان الفاجعة والليعة وقمة الليعة اللي في قد وضيعة وقمة الليعة اللي في قد رضيعة وسنين ترجى بعد كانت عاطل تزيد الوجيعة تزيد الوجيعة من عباد مضيعة يهون روحنا مدام يخدم زاطل كرتونهم يزيك من تتبيعه اللي ينتشوه بدمنا ليشاتل كانك لقيت السوم وطنك بيعه رو باطل يا حما باطل رو باطل يا حما باطل عصافير الدنيا والجنة ما شافوا من الدنيا شيء يستنوا يشوفوها الجنة في القلب الدافي وفي حنة خلي يعيشوا معانا الدنيا مش ديم الدنيا للغنية ربي للزوالي حي والحلمة تضوي في الظلمة والحلمة في مثيل البنية تكبر ديمة شوي شوي شوية مني شوية منك شوية منا شوية منا المهم عصافير الجنة يزيدوا يعيشوا معانا شوي لا 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 يزيدوا يعيشوا معانا برشا يزينا من نفسي نفسي واش فادت القلوب الحرشة واش فاد اللي يجري على الكرسي واش فاد اللي يجري على الورثة واش فاد الراقد في فرشة ومدايم في الدنيا شيء كان فعلك ونتائج حنك وكان شعرك وروايع فنك وديما ربي فوق الكل بعين الرحمة ديما يطل وديما للزوالي حي وهو اللي يشفي عصافير الجنة هو يعيش عصافير الجنة اللي ما شافوا من الدنيا شيء يعطيك الصحة ضو والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب برب خلوا للوطن يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم الكراسي